من ابو ظبي ينضم الي السيد محمد علي ياسين المستشار في للاسواق الماليه. صباح الخير سيد محمد، اهلا بك مره جديده معنا الى البرنامج. بدايه السؤال الذي ربما يطرح اليوم، هل موجه التراجعات هذه والمي سيل اوف او الموجه البيعيه التي تحصل في مايو والتي بدات بالفعل في الاسواق العالميه، هل ستمتد الى الاسواق الخليجيه برايك؟ سعد صباحك نور، شكرا على الاستضافة. طبعا احنا البيع اللي بدأ بشهر ابريل بالاسواق العالمية، ويعني والظاهر انه في مايو كمان مستمر، لازلنا احنا في عمليات التصحيح عم بتصير. الصراحة يعني هو لا يوجد ارتباط، انا برأيي ارتباط مباشر مفروض يكون ما بين المستثمرين في الاسواق زي امريكا واوروبا والمستثمرين في اسواق الناشئة اللي احنا اقرب متأثرين فيها، ولكن هناك عوامل غير مباشره زي كلنا بنعرفها اللي هي عم بتاثر على هيك، زي قوه الدولار فيها واحد، ولكن وبالتالي فانا برايي انه عمليه التصحيح المستمره في الاسواق الامريكيه عم تهبط قاعده مكررات الربحيه الى مستويات تحت ال 17 مره 16 مره وربما تلاقي اقل. احنا عندنا بالاسواق هون بالخليجيه مع محافظتها على مكاسبها منذ بدايه العام، وكلنا بنعرف الارقام، يعني السوق السعودي حوالي 22% من بداية العام، أبو ظبي 19%، دبي عم نحكي عن 16%، فبالتالي احنا عندنا عائد جيد عم بتحقق اليوم للمستثمر اللي كان مستثمر هاي الأسواق خلال العام الحالي، بس ننساش لسه من قبل. مع هذا الفرق اللي عم بصير بالبي اي، إذا ضلينا احنا نحافظ على مستوياتنا أو نرتفع بينما الأسواق الثانية بتنخفض، أكيد سيكون هناك في جاذبية لأنه تتوجه سيولة إلى تلك الأسواق. ولكن هذا برأيي يعني قد يتغير، أو نستطيع إحنا أن نخفف من هذا بالمستقبل بعملية أن تكون نتائج الشركات أن تكون إيجابية، نمو الأرباح جيد، وإحنا شفنا الربع الأول لكثير من الشركات خاصة في القطاعات الرئيسية زي البنوك مثلا كانت أدائها بشكل عام إيجابي ونمو جيد، متوقع الآن مع رفع أسعار الفائدة الذي تم من 50 نقطة أساس ومستمر على بتسارع أنا برأيي مع نهاية العام، أنه هذا يساعد البنوك على رفع أرباح، فبالتالي إحنا في مرحلة خلينا نقول بالانس، في مرحلة توازن الآن نشوف أنه كيف بده يصير. هل إحنا ضروري نرتبط باللي بده يصير برا؟ مش برأيي أقول. يعني سيد محمد، نتائج البنوك إذا ما أتت بالربع الثاني متوافقة مع التغيرات، يعني من رفع للفائدة وبالتالي للإيرادات من الفوائد، هذا يزيد من القاعدة في الـ PE ratio، وبالتالي ربما يحافظ أو يساعد هذه الأسهم، أسهم المصارف، على عودة جاذبيتها مقارنة بناظراتها العالمية. ولكن ماذا عن القطاعات الأخرى؟ هل من الممكن للقطاعات الأخرى أيضا استباق هذه المرحلة واستباق تخارج السيولة منها باتجاه الأسواق الأخرى حيث تكون الأسهم المشابهة ربما أكثر جاذبية؟ يعني إحنا طبعا اذا كنا احنا بنحكي على 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 اسواق ستاتيك او نفس الشركات، طبعا في هناك مخاطر. احنا عندنا في عندنا فوره اصدارات اوليه موجوده بالاسواق الخليجيه، هذه الاصدارات الاوليه اللي عم تيجي بعضها عم بيكون شركات حكوميه عم يتم تخصيصها، وبالتالي شركات شغاله وعندها توزيعات وعندها ريع، ولكن التقييم عم بنباع الصراحه على تقييمات بحدود ال 20 مره 18 الى 20 مره. أنا برأيي هون ربما قد تكون الفرصة في أنه إحنا عن طريق هاي الإصدارات الأولية نستطيع أن نحافظ على السيولة الموجودة اللي تدخل بالإصدارات القديمة وما تيجي الجديدة تدخل فيها، ولكن يكون في عملية تكون التقييم يكون جذاب أكثر بالنسبة لهي الشركات الجديدة، بحيث أنه ما نكون عم نرفع أسعارنا، نستمر مع رافعها تقييماتها مع أسعار السوق، مع تقييمات معدل السوق، وبالتالي تصير علينا غالية في المستقبل. احنا اليوم عم نتطلع، يعني التوجهات اللي عم تتوجه اليوم المستثمرين قاعدين بتوجهوا الى الفاليو ستوكس، الى الشركات التي فيها قيمه ضمنيه مضافه اللي هي مبين انه عندها كاش فلو عالي، وبطلت تروح على الجروث لانه الجروث بيعتمد على اقتراض بشكل كبير وسعر الاقراض عم بيرتفع. واليلد ستوك حتى اليلد اليوم حينخفض، يصير في ضغط عليه لانه اليوم ريع الاسهم مرتبط بالعائد اللي عم تاخذه على الوديعه بالبنك، وإذا ارتفعت أسعار الودائع في البنوك بالتالي معناته أنه بده يصير عندنا منافسة. يعني في دائما فرق للمخاطرة، تسعير للمخاطرة سبريد ما بين الريع على الاستثمار بالأسهم وما بين العائد اللي بيجيني من الوديعة.
خلال العام الماضي لما كنا نتحدث على احنا عوائد بالبنوك ربما نص نقطه مئويه على الوديعه، كان احنا بناخذ 4 أو 5%. فبالتالي في عندنا بين 350 الى 400 نقطه اساس فرق لازم يكون بالمخاطر. اذا ارتفعت العوائد من الودائع الى 1 و1.5% خلال الفتره القادمه، صار الريع لازم يرتفع ايضا بحدود يصير 6 و6.5% اذا بدنا نحافظ. وهذا ربما يكون هون النقطة اللي بتصير في عملية الاختيار ما بين المستثمرين، يجب أن يكون تقائية وما يكون عملية الاندفاع وراء أي شركة موجودة، لأنه بس هي حتكون IPO أو يكون أنه والله الريع 4 أو 4.5% بس. يعني برأيك في هذه النقطة بالتحديد إذا ما استمرت معدلات الفائدة بالارتفاع ما ننتظره يعني أو ما تم إعلانه على الأقل حتى النصف الأول من هذا العام أو حتى الربع الثالث من هذا العام، هل هذا سيجعل أو سيضيف من الميزة التنافسية للعوائد على هذه الودائع مقارنة بالعوائد التي من الممكن أن تحقق من بعض الأسهم، وبالتالي سيكون هناك اختيار بين risk off و risk on options؟ 100% نور، هذه النقطة يعني هي اللي بدها تكون. إذا إحنا كنا خلال فترة خلينا نقول 18 شهر الماضية نتحدث عن إصدارات أولية نشطة وكانت تعتمد على أنه ريع التوزيعات عالي بين 4.5 إلى 6.5% في بعض الأحيان، إذا اليوم بده يصير عندي أنا الوديعة تصير ترتفع العائد عليها إلى 1.5% مع نهاية العام أو ربما 2% مع نهاية العام الحالي في الأسواق الخليجية لارتباطها مع الدولار الأمريكي، معناته أنه اليوم أنا صار بدي اليوم ريع الأسهم بدي أصير أطلع المستثمر حيصير يطلب 5.5 إلى 6%. وبالتالي اليوم إذا كان في عنا أسعار أسهم ارتفعت وأصبح الريع عليها بحدود 3.5 و4%، هذه أنا برأيي سيكون عليها من الصعب عليها أن تستطيع أن تحافظ على تحرك السعر الإيجابي إلها ما لم يكن هناك في نمو كبير بالأرباح يؤدي إلى انخفاض. يعني يرتفع الأرنينجز بالPE، ارتفع الأرنينجز وبالتالي نستطيع أن نتحدث على أنه أصبح مقر ربحية لديها منخفض. هاي النقطة اللي أعتقد اللي حتكون مفصلية في تقرير المستثمر الأجنبي المؤسسات خلال المرحلة القادمة، نوعية استثماراته وما هي الأسهم اللي سيختارها في الأسهم في أسواق الخليج. طيب بالحديث عن أسواق الخليج والأسواق الإماراتية على وجه التحديد، يعني أنا عارف أنك بتحب الأسواق الإماراتية، اليوم نرى الضغوط على DFM يأتي من إعمار العقارية، أيضا من دبي إسلاميك إنشورنس التأمين وإعادة التأمين. كنا أيضا قد شهدنا ضغوط على المؤشرات الإماراتية وتحديدا DFM من القطاع العقاري أصلا في الأسابيع الماضية. لماذا الضغوط الآن؟ هل لأنه وصلت إلى مستويات مرتفعة تتطلب عمليات جني أرباح وبالتالي هذه الضغوط البيعية، أم أن هناك عوامل أخرى في الأفق يعني لا يمكن قراءتها، أو هي فقط مرتبطة بالتشديد المالي وبالتالي كلفة التمويل؟ لا شوفي، يعني خلينا نقول نرجع بقول لك دائما buy the rumor sell the fact، يعني اشتري على الإشاعة وبس تصير الحقيقة تطلع تصدر بتبيع. احنا كنا ننتظر نتائج ربع اول وصدرت نتائج الربع الاول للشركات وعرفناها، فاحنا بندخل هلا بشهر 5 بالعادي. وليش بيكون هو شهر 5 ضعيف في كثير من الاسواق؟ انه في مرحله خلينا نسميها فراغ معلوماتي، اذا ما في عندنا احنا نتائج جديده للشركات، ما في مشروع، ما في رقم استحواذ، بالتالي انت قيمت من الربع الاول استطعت شفت الارقام، المحللين بيقوموا بعمليه تصحيح توقعاتهم، بحطوا توقعاتهم للأسعار العادلة للسهم حتى نهاية العام، وبالتالي بتصير في عنا عملية هدوء إنه ما في دافع شيء يتحرك جديد. لذلك أنا ما أرى اليوم حالياً إنه يعني هذا برأيي السبب الرئيسي. الثاني ربما شوي بعض الضعف اللي عم بنشوفه بالأسواق اللي برا عم بيؤدي، أو البيع عم بيؤدي زي ما قلنا على إنه الأسهم اللي هي غالية خلينا نقول بالبي ربما يكون لاقي ما في عليها إقبال. الشيء الثالث عملية الـ IPOs، يعني في عنا اليوم تم الإعلان عملية السباك اللي كان أعلنوا عليه EDC وشيميرا في سوق أبو ظبي، أعلنوا اليوم عن الاكتتاب بحدود $100 مليون بده يتم بيعهم هاي شركة، وقد سيستعمل هذا السباك في شراء أعتقد أسهم في شركة بناء العقبة يعني في الأردن. فبالتالي في عنا نشاط بده يتحول حتى الإصدارات الأولية، متوقعين بشهر 5 ما نستغربش إذا شفنا ربما شركتين كبار، متوقعين ربما بروج تعلن خلال الشهر الحالي، وربما حتى تيكوم تعلن من دبي خلال الشهر الحالي أو مع نهايته. فبالتالي في عندنا نشاط حيكون بالسوق الأولي سيسحب سيولة ربما التي موجودة بالسوق الثاني، وبالتالي عملية
خلينا نقول التصحيح الخفيف اللي عم نراه حاليا، لكن اساسيات القطاع سواء كان عقاري او بنوك انا برايي لا زالت قويه، ولا زال هناك مستثمر يبحث عن السيف هيفن الملاذ الامن، ولكن الريسك ابيتايت قابليه المخاطر عم بتخف، لانه ما في مستثمر اليوم حاطط اسهم ربما بسوق محلي فقط، ولكن بتكون عنده محفظه فيها سندات وفيها اسهم عالميه، وهدولك عم بياكلوا يعني عم بينزلوا كثير السعر، وبالتالي انه عم بتاثر فيها محفظته عم تتاثر عم ياكلوا الضرب. محمد علي ياسين كملتيها؟ لا عم ياكلوا الضرب. مستشار الاسواق الماليه حدثتنا من ابو ظبي، دائما الحديث متعه معك ونتعلم منك الكثير. شكرا لك. من زوجك. شكرا.